النهاردة هنتكلم على الخوف والتغيير. كلنا بنخاف من بكرة، من المستقبل، من التغيير. كلنا بنخاف من اللي بكرة مخبيه لنا، بس خوفنا ده هو ده بالظبط اللي بيقيدنا وبيحددنا وبيخلينا واقفين محلك سر، ولا احنا بنتغير ولا احنا بنخطي خطوة لقدام. السؤال هو احنا خايفين من ايه وخايفين ليه؟ نخاف ليه؟ مش يمكن بكرة ده يبقى فيه كل حاجة احنا عايزينها؟ مش ممكن التغيير اللي احنا خايفين منه ده يبقى احلى حاجة حصلت لنا في حياتنا؟ عمرنا ما هنعرف طول ما احنا مش عايزين نتخلى عن الخوف اللي جوانا. اتخلى عن الخوف والقلق اللي جواك واعمل اللي طول عمرك كان نفسك فيه. اتحدى خوفك بكل ما فيك. لو حطينا مخاوفنا عقبة قدامنا عمرنا ما هنحقق حاجة في حياتنا. الخوف هو وهم احنا اللي بنكبره جوانا، واحنا برضو اللي ممكن نهزمه. اتغلب على الخوف اللي جواك وحوله لقوة.